السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء جديد. الفجل أحد الخضار الجذرية، اسمه العلمي رافانوس ساتيفوس، يتبع الفصيلة الصليبية راسيكاسي، تستهلك جذوره وأوراقه. أهم الدول العربية المنتجة للفجل مصر والجزائر والسعودية والعراق والسودان والإمارات. الوصف النباتي: الفجل محصول ذي حولين، جذره وتدي متضخم كروي أو طويل، يكون لونه أحمر أو أبيض أو أسود، واللب أبيض، ساقه قزمية، أوراقه عريضة ملساء أو مغطاة وشعيرات خشنة، الأزهار بيضاء أو وردية تحمل على نورات طرفية، التلقيح خلطي بالحشرات، الثمرة قرن، البذور صغيرة بنية مائلة للحمرة. الظروف البيئية: يحتاج الفجل لجو معتدل مائل للبرودة، مع ذلك يمكنه العيش في الحرارة العالية نسبيا، وينمو في أنواع مختلفة من الأراضي، وأحسنها الأراضي الصفراء الخفيفة والثقيلة ذات التهوية والصرف الجيدين. أهم فوائد الفجل: 1- فاتح للشهية. 2- يطهر الكبد من السموم. 3- معالجة أمراض الرمل والحصى، ويعالج أمراض تكون الحصى بالمرارة ومجاري الكبد. 4- زيادة كثافة العظام ويمنع ترققها. 5- خفض نسبة الكوليسترول. 6- له تأثير مضاد للجراثيم الهضمية. 7- يمنع فقر الدم بسبب الحديد. شكرا لحسن المشاهدة. من عنده رأي أو اقتراح اكتبوه في التعليقات. بارك الله فيكم، ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة، واللقاء، دمتم سالمين.